ما احنا قلنا هنبدأ بالأخبار أهو، مش هنتكلم النهاردة، النهاردة هنقلب الحلقة، هنبدأ على طول بالأخبار. الأهلي بعد ساعات عنده مباراة مهمة جدا أمام الجونة في البحر الأحمر في الغردقة. هي مباراة مهمة جدا جدا، ومستر سوارش فاجأنا ببعض الاستبعادات، اختلفت عليها الروايات، ولكن في الأخير يبدو أن الرجل يعني ما زال بيحفظ الفرقة، ولكن يتعامل بالعدل وبلا قلب. وكلام مهم جدا جاي لي من داخل النادي الأهلي، إن اللعيبة نفسيا مرتاحة، يعني اللعيبة نفسيا مرتاحة، وده مهم. يعني الإحساس الأول في البدايات مهم جدا، يعني لسه بدري، ولكن مبدئيا اللعيبة مرتاحة، اللعيبة مرتاحة، وده ينعكس بالإيجاب خلال الفترة القادمة. مباراة الأهلي والجونة مباراة ليست سهلة، لأنها المباراة الأخيرة لتامر مصطفى، وخلاص الجونة رسميا تعاقد مع الكابتن طلعت يوسف، ويبدأ مهمته بدءا من يوم الأربعاء عقب مباراة الأهلي مباشرة بإذن الله تعالى. طبعا يعني الناس القائمين على الجونة مش عايز انتقدهم، ولكن بكل ما تحمله الكلمة، فشل في فشل في فشل في فشل. رضا شحاتة فشل كبير الاستغناء عنه، اختيار تامر مصطفى فشل كبير جدا رغم ان احنا استبعدناه، ولكن في الاخير دي اخر مباراة لتامر مصطفى النهاردة الثلاث امام الاهلي، اذا اعتبرنا ان النهاردة الثلاث خلاص، يعني اخر مباراة لتامر مصطفى. كابتن طلعت يوسف خلاص الراجل بيظبط الدنيا، قال لهم هتعامل مع الجزء المتبقي ما تسألونيش على نتائج، وإن استمرت الفرقة ما هبطتش هيكمل معاهم، لكن ما اعتقدش إن الكابتن طلعت يوسف ممكن يكمل لو الجونة هبطت. في جميع الأحوال في تحدي، ومثل هذه المباريات بتبقى صعبة، في تحدي كبير للأهلي ولسوارش، لأن كده المباراة تحولت قدام مدير فني مستبيع عايز يعمل أي نتيجة يقدر يأكل بها عيش في المستقبل. يعني الراجل هيكلم اللعيبة هيقول لهم ايه في غرفة خلق الملابس تامر مصطفى، يا جماعة الخير دي آخر مباراة ليا، أرجوكم نحاول نلعب كويس، لو عملنا نتيجة إيجابية هتدخلنا كلنا التاريخ قدام النادي الأهلي، نحاول نحافظ على نقطة التعادل، ولو خدنا الفوز يبقى كلنا يعني الناس كلها هتتكلم عننا، وهو الراجل يلاقي له لقمة عيش في حتة تانية، فايز على الأهلي أو متعادل مع الأهلي، فطموح مختلف. فعلشان كده جاءت صعوبة المباراة، يعني لو مش مرحلة انتقالية المباراة دي أو نهاية مرحلة وبداية أخرى كنت أقول لك على الورق سهلة للأهلي، ولكن هي نهاية مرحلة تامر مصطفى وبداية مرحلة جديدة. الإدارة، اللعيبة، تامر مصطفى واللي معاه طموحهم كله في 90 دقيقة، آخر 90 دقيقة ليهم في الكورة مع الجونة، فمن هنا تأتي صعوبة المباراة. أنا شخصيا متوقع صعبة وصعبة جدا، استاد خالد بشارة الهوا فيه ليه معايير مختلفة، الراجل أول مرة في حياته يروح البحر الأحمر، وأول مرة في حياته يروح الغردقة، وأول مرة في حياته يدخل الجونة، فطبعا هينبهر سياحيا، لأن الجونة كأنك في إنجلترا، فعلى المستوى السياحي سيتم إبهاره هو ومعاونيه الخمسة. على المستوى الكروي طبيعة الملعب ستكون مفاجأة بالنسبة لي، وأنا بقول لك أهو طبيعة الملعب ستكون مفاجأة بالنسبة لي، لأن الهوا هناك عامل زي الأمواج، وبيرجح كفة على حساب كفة، بيرجح كفة على حساب كفة، فالمباراة صعبة وصعبة جدا. يا ترى تشكيله ايه؟ اختياراته ايه؟ عامل ايه؟ خلينا نشوف مع مراسلنا في النادي الاهلي الاستاذ احمد السيد. استاذ احمد السيد السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ عبد الناصر. تحياتي ليك ابو حميد. تحياتي ليك ولكل الناس الجميله المكرمه المتابعين لينا في كل مكان، سواء من داخل مصر او من خارج مصر، سعيد بوجودي ده معاك، يا رب دايما نكون موفقين ونقدم اعلام راقي محترم يعني يليق بكل متابعينا في كل مكان. مباشرة كده اللي جاينا من الأهلي الدنيا حلوة،
مع الراجل والأمور ماشية على ما يرام، ولكن استبعادات أهمها حسين الشحات، ناس قالت استبعاد فني وناس قالت مش عارف إيه في الركبة، ولكن المؤكد ليا إنه استبعاد فني. ولكن طبعا انت عارف واحد زي حسين الشحات نجم، فطبعا اكيد هيدخل في الحدوته، يعني شويه حوارات، لا اصابه لا اجهاد، ولكن اللي واصلني عشان ما نكذبش على الناس استبعاد طبقا لرؤيه فنيه للمدير الفني، وده يمكن مش متعوداه جماهير الاهلي، لان ياما انت من حسين الشحات، وده بيخلي الناس تلتف حوالين الراجل اكتر. قول لنا مفاجاته في الاختيارات وهيتعامل ازاي مع اخر مباراة لتامر مصطفى مع الجونة. طيب يعني يمكن الراجل عشان بس اوضح للناس كلها، هو راجل بيتعرف على الفريق، حريص انه كامل التشكيله الاساسيه تكون متاحه بالنسبه له، هو اللي عنده قناعات انه لسه في مرحله معرفته بكل لاعب، وانه بيبدا يحط بدايل كل لاعب في كل مركز، هو نفسه يبقى كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثه على نفس الكفاءه، يقدر يطور ويقدر يعمل روتيشن حتى ما بين المراكز وما بين اللعيبه. فهو يعني حتى لما كان سامي قمصان يعني ابدى رايي في مباراه بتروجيت عدم الاستعانه بكل العناصر الاساسيه، لا الراجل عايز يجيب كل العناصر الاساسيه ويتعرف عليها ويبدا يحط تشكيل مثالي للفتره القادمه، رغم كل الصعوبات رغم كل الارهاقات والاصابات و. طيب النهارده في المران او منذ ساعات في المران هو الراجل حتى كلامه مع اللعيبه ان كل لاعب هو اساسي، ما عندوش لاعب اساسي ولاعب احتياطي، فكره ان اللاعب ضامن مركزه، هو بيقول لك حتى في كره القدم دي ما بقتش موجوده في في في, في كتالوج كره القدم، وارد لاعب يبقى موجود، وارد بعد كده يبقى مستبعد، وارد يبقى اللاعب ده انا عندي ليه رؤيه هستخدمه في مباراه ما بعد ذلك فبريحه دلوقتي، هو بيتكلم دي رؤيه فنيه، يجب على السكواد بالكامل والقائمه بالكامله تبقى جاهزه لاي قرار يحصل، هو وجهه نظره انه يقدر يستفيد بكل الامور، يقدر يستخدم كل العناصر المتاحه، يقدر يشتغل عليها بشكل كويس.